ازيكم الاول. انا بس يعني عايز اسال سؤال، هو بايخ شويه متهيألي، بس هو ايه، في الفيديو اللي نزل لجثمان نيرة اشرف، انا متلخبط شويه لان مش مصدق بصراحه الحكايه دي، بقى لها يومين ثلاثه وبعدين بدأت حد يقول لي، انا ما بتابعش الحاجات دي قوي يعني، بس بدأ حد يقول لي، شفت، ما حدش بيقول لي في مشكله، لا بيقول لي شفت ايه، اصل في حد صور نيره في المشرحه، انا ما تصورتش يعني، فقلت ده بقى ساعات، انت عارفين طول الوقت بنسمع اخبار كده بتبقى مش ملهاش علاقه بالواقع يعني، ها ها ها، لغايه ما الاستاذه هبه شلبي المحروسه بتاعتي قالت لي انت شفت الفيديو بتاعنا، قلت لها شفت ايه، قالت لي انا عارفك مش هتشوف حاجه زي كده، قلت لها ايه الحكايه، انت شفتيه، قالت لي انا ما شفتش، قلت لها طب انا عايز اعرف فيه ايه الفيديو ده، انت تشوفه، قلت لها ما اقدرش اشوفه، فقلت لها احكي يعني هو في ايه يعني، فقالت لي هم عاملين غمامه كده بس جثمان البنت نايم في المستشفى المشرحه ومتصور، انا لغايه دلوقتي ما شفتش حاجه، ما اعرفش حاجه، قلت لها يا ساتر رب ده ايه ده، قالت لي هم قبضوا على ممرضه هناك او حاجه في المشرحه حاجه زي كده، واحده ولا اتنين يعني، هي صورت ده. توصيف الجريمه انا ما اعرفوش قانونا بس اعرفه دينيا، يعني انت لما تخرج كده وتلاقي واحد راجل ماشي عريان في الشارع، واحده ست ماشي عريان في الشارع، اول حاجه هتيجي على ذهنك ايه، انك تتفرج ولا انك انت تستر، هو ده السؤال، تتفرج ولا تستر، يعني انا لو خرجت لقيت حد راجل او ست ماشي عريان، اول حاجه بتعمليها بالواحد بيعملها بيقلع اللي هو لابسه دوت، مش يبقى عريان يعني زيه، بس هو بيغطي عورته، يقلع ويغطي، دي حاجة بديهية، لكن ان احنا نتفرج يعني لو حد ماشي في الشارع كده عريان نقعد نتفرج عليه كده يعني، فاللي صورت نيرة عليها رحمة الله دي ست عندها توصيف قانوني هتاخد عقابها، انا معرفوش ايه هو بالظبط العقاب، انما احنا اتفرجنا عليها ليه؟ يعني انا كنت متصور ان الفيديو ده زي ده لما ينزل يشوفوا 7 انفار ويتأففوا من رؤيته، فيقولوا للمجتمع وللعالم اللي بيتابع الحاجات دي ان المصريين ما بيكشفوش ستر حد، ان بلدنا ما تكشفش مستور، ما تكشفوش، وعندناش ناس تتفرج على الحاجات دي، احنا ممكن نتفرج على ست بترقص، واحد بيغني بيتنطط، واحد بيقول نكته، اه تتسلى مفيش مانع، انما ست في مشرحه متصوره جثمان بقى معرفش قد ايه منه باين ولا ايه، بس يعني في المشرحه ونبص عليها بالملايين، بتبص على ايه؟ ما هو مكتوب، هو مكتوب ايه العنوان يا هب؟ نيره اشرف في المشرحه، او ما نفتح نتفرج عليه، يا وعسودة ايه ده، على فكره ده في مش عقاب، ده في جزاء رادع في حاجات زي كده، انك انت حاجه مستوره انت بتكشفها، لا مش بس كده، ده في ناس شيروا لبعض لدرجه ان ما بقوش عارفين مين الاصل لغايه ما عرفوا طبعا، انما من كتر ما الناس شيروا لبعض يعني، الحقيقه حاجه حزينه. على فكره ممكن يكون في فيديوهات من نوعيه كده بتاع كده ليها قصص تانية، ليها حاجات، دي حاجه تانية، انما دي ميته، ست في الموت، زي اللي نشر صوره محمد فوزي وهو في الموت برضه، شيء مش معقول، هو ينشر وعليه عقاب قانوني او ديني او ما، ده موضوع تاني، انما المؤسف بالنسبه لي انا ان الناس بتتفرج على ايه، اللي اتفرجوا على ايه،
يعني انا ما شفتوش مش لاني يعني عايز اقول لكم ان انا ما شفتوش واتباهى بالحكايه دي، لا، لانه ما يصحش. اشوف ايه يعني؟ ايه اللي ممكن واحد يشوفه؟ فالحقيقه حسيت بخيبه امل، مش منكم، لانه ممكن تكون ناس كتير جدا منكم ما شافوهوش، لانه برضو مهما كان العدد ملايين او حاجه، احنا ملايين كتير قوي قوي قوي. بس ارجو انه برضو مش بكلمكم على فكره في المساله الدينيه بس، الموت له حرمه في الديانه الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه والبوذيه والكونفوشيسيه وكل حاجه. الموت له حرمه، الموت له حرمه. يعني على كل حال، فأرجو ان كل واحد يتفرج على الفيديو ده يسأل نفسه السؤال ده، انا فتحته ليه؟ ومش عيب على فكرة انك انت تتفرج عليه وتقول انا مش هتفرج على الحاجات دي تاني. توبة من دي النوبة على رأي عادة اسمها، كان اسمها ايه، عائلة راتب، كان بتعمل مسلسل جميل جدا كان اسمه عادة التقاليد، وكان ينتهي بان توبة من دي النوبة مش هعمل كده تاني، وترجع تعمل تاني كده. يعني اللي شاف شاف، واللي ما شافش ما ظنش انه بعد ما يسمعني هيروح يشوف يعني، لكن ارجو ان اللي شاف مفيش مشكله خالص، بس يقول انا مش هشوف ده تاني. على فكره لانه البنت الصغيره اللي قاعده جنبي لما عرفت ان انا بشوف ده، لما تكبر هتشوفه، انما لو عرفت ان انا لا 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 اوعي تفتح الحاجات دي، مش ليها، ده ليك انت بتقول بصوت عالي انا ما افتحش الحاجات دي، وزوجتك جنبك ما تفتحش الحاجات دي، تقوم البنت تعرف انها ما تفتحش الحاجات دي من غير ما تقعد تقول لها ما تفتحيش الحاجات دي ما تفتحيش الحاجات دي، فهتروح تجري تفتح الحاجات دي. لانه ممنوع مرغوب. انما لما تشوف الاب بيقول لا 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 لا، الام بتقول لا 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 من غير ما يديها نصيحه، هي كمان هتطلع تقول لا 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 انا زي ابويا وامي ما اعملش كده، ما يصحش. انما ما تعمليش هتروح تعمل، فانا مش بقول لك ما تعملش. انا بس اقول لك انه مش احنا، مش شغلنا، مش تبعنا، مش مننا خالص. هذا امر غريب، عدو لازم تصده، ولازم الصد يكون بذكاء عشان اللي بعدينا يعرفوا ان الصد ده حاجه اسمها ستر، لان الله اسمه الستار واسمه الستير. فاحنا اتعلمنا كده ان الواحد يستر على الناس، وبالتالي ما يشوفش ابدا عورات الناس او يشوف اموات الناس. يعني دي حاجه، اول حاجه بنعملها عزيزه قوي وغاليه قوي، وامي، وتغطي وشها على طول. طب ما تسيبه، طب بتغطي ليه؟ ما هي نايمه معانا الليله دي وخلاص. لا، بنبقى البيت ما فيهوش غير الاسره، انما نغطي المتوفى، نغطي وشه على طول، نغطي، نعمل عينيه ونقفل بقه ونربطه من هنا، ونقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ونغطيه بالملايه بتاعته. ما يكشفهاش الا قريب قوي وعزيز قوي وعايز يبوس، غير كده لا. مش كل من هب ودب يتفرج، مش احنا بنعمل كده؟ في الغالي العزيز الاب والام والابن والاخ اللي ما بيموتوا في البيت ولو في مستشفى، حتى اول حاجه بتعملها، اول حاجه بعد ما بتعمل الحاجات دي ليها اسم يعني، ما بعد ما بتعمل الاجراء البسيط دوت، اول حاجه تروح مغطي على طول. بس اذكر، سلام.